يسمى الزول مقران مرحبا إسوان توجور توجور دو لومبيونس. تحية كبيرة 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 إلى كل الأمازيغ الأحرار، إلى كل القبائل الفحولة الرجالة إرجازن، إلى كل الشوية الشوية الفحولة الشوية الأحرار، ولاد الأوراس، ولاد ديهيا، ولاد ماسينيسا ويغرطة، ولاد أكسل، ولاد الناس الفحولة اللي دفعوا على أوطانهم اللي كانت الدنيا والدين. تحية كبيرة إليكم. أسا بيان سور 8 ماي 8 ماي ما نقدروش ننساو 8 ماي سي نورمال. هذه ذكرى مؤلمة على كل حال لكل لومانيتي توت أونتيير مش غير الجزائر. ألوغ 8 ماي صحة الناس اللي راهي تاكل، نقول لكم صحة أم كلينون. الناس اللي راهي تشرب في قهوه كيما انا نقول لكم بصحتكم. انا ثاني جبي بارطاجي افيك مو مي سي مون سيكون كافي، هذا هو القهوه الثانيه نتاع اليوم بيان سور 2 ماي 2023. بصحتكم فوالا. هاي لا تري فورت، شوف تري فور الكافي كيما انا ثاني شوي تري فور. علي كيما شفتوا سور لا ماباج فيسبوك، السيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العمال والأجل العمال جو سيبا كيف يعيطوا للحزب نتاعها، والله جو سيبا والله جو سي مام با العدل 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 والبيان جو بونس كوم سا وي. دونك اليوم كانت في لاكور دو تيبازا على سويت نتاع هي وكيف اسمه على سويت دون بلانت بورتي كونتخ ايل باغ مسيو عميري اللي الوقت كان يخدم في وزارة الداخلية على حسب المعلومات. اللي نشكره هذا عميري إنسان يعني ذرقاز قبيلي في حل قبيلي اللي ما يخليش من حقه. وأنا قبلت وكتبت له كومنتير كي كانت نعيمة صالحي راح باش تمشي كيف اسمه التيبازا لاكور، وقلت له يا مسيو عميري ما نستناش بزاف من لاكور باسكو نعيمة صالحي راح سواء يعطيوها غير كيما قال واحد سيرسي ولا يعطيوها يعطيوها اون اموند. هذا ما كان مي جو بونس با كان راح ناكدوا الحكم تاعها. قال لي لا، قال لي قلت له اذا ماهوش راح ناكدوا اذا اكدوا الحكم انا راني جو بي بريزونتي ميز اكسكوز.
وقال لي هو ما لا وجد ليزكسكوز وجدتهم، وانا شوي ديما نحكم عندي بارول، عندي كلام شوي، احنا نقولوا الكلام كي البارود. علاش واحد انا يغني الحال من واحد نقول له يا فلان راني ندير لك هذيك الحاجه، وهو يولي يقول لي راك متاكد؟ نقول له يا ودي احنا كلامنا كي البارود، كلامنا كي البارود، ما اذا كيخرج الكلام ما يرجعش. وعلى هذا ثاني انا قلت له اذا ما حكموش عليها بالاخر، اذا حكموا عليها كما تقول انت بالحبس وبالاخر، انا هي نقدم الاعتذار نتاعي، وقدمت له الاعتذار نتاعي قبيل. على كل حال نعيمه صالحي دارت كما قال واحد راح قدام لاكور اليوم، وكانت متاكده باللي هي تقول باللي رايحين احنا قدمنا كل الادله ومنا باش زعما باش ينصفها. على حسابها هي كتبت حتى رساله الى رئيس الجمهوريه. وانا خطره درت فيديو وتكلمت مع نعيمه صالحي، ما نعرفش شافت لا فيديو ولا ما شفتهاش، وقلت لها انا اللي كنت جيت منك يا نعيمه صالحي، الناس كل تغلط غير ربي سبحانه اللي ما يغلطش. انا ولا علاش انا ماشي نونج باش ما نغلطش، انا ثاني نغلط، بصح كي نغلط لازمني نطلب الاعتذار، لازمني نعتذر. والانسان اللي في حل، الانسان اللي يكون عنده الشجاعه هو اللي يطلب الاعتذار. يا اخي غلطت نطلب الاعتذار، ما كانش مشكل. هي ثاني غلطت، غلطتي انت يا نعيمه، لازم تعرفي باللي حنا انا ساعه انا بور موا انا كانوا بزاف الناس نقول لهم انا مانيش جو سي با شو باش يديو المراه هذه للحبس. انا نقول لك كيما هكا، كانوا ناس قال كيفاش والناس اللي راحوا للحبس القبائل ونعرفوا والشاويه وعلاش هي ما تروحش. انا يا خويا ضد الحبس، على كل حال انا هكا ضد الحبس، انا نعرف نحب الناس يكونوا يتربوا بلا شي حبس، باسكو الانسان كذا ما يترباش، الانسان تدي الحبس تلقو يعاود يولي كيما راهو، بدات يولي زاد يولي اكثر فاكثر. مي انا نهضر على روحي، انا الناس اللي حبت باش نعيمه تروح للحبس هذه حاجتهم، كل واحد انا نحترم راي الناس، مي انا لي انا بور موا لا بريزون نو. الوغ قلت لها يا نعيمه نورمالمون فو بريزونتي فو اكسكوز للسيد هذا مسيو عميري، هو لو كان عيطت له ولا رحتي عنده. قال ولدي اسمح لي راني غلطوني ناس وكنت شويه كذا ومنا، ماهوش انت يا تطاكي سيد وتولي تقول له واش يقولوا روح اجبد لا نتاعك اجبد لا بلاد نتاعك ما يغروا بك الناس ومنا، لكن انت اللي غلطه ماهوش هو. دونك انت اللي تروحي للسيد وقال لي ولدي اسمح لي راني غلطت يا ولدي راني جيتك يا خويا فوالا نطلب منك السماح يا اخي العزيز. كان هو ما نظنش كي راح يردك، ما نظنش، باسكو حنا الرجاله حنا نحشمو كي يجيونا النساء ولا كذا نحشمو. انا ساعه لو كان تغلط معايا مراه وهي بريزونت سيز اكسكيوز نعفو عليها، نقول لكم الحق نعفو عليها. عندك الانسان اللي يقول لي دز معاهم هذيك حاجه اخرى، يا خويا ما ندزش معاهم، انا نخلي العداله تحكم كما قال واحد باش بغات. الوغ الصباح كما قلت لكم الحكم نتاع في لاكور اكدوا لا بين دو بريزون بست شهور حبس نافذ ضد نعيمه صالحي رئيسه الحزب هذا العدل والبيان. دونك على حساب ما سمعت مسيو عميري ماهوش متقنع بهذا الحبس بهذا لابان هذه ها، وراهو راح يدير بتاتر باش يروح يحب باش يولي يبون كاليفي هذا الشيء هذا بجنايه ها. دونك يحب يروح يديروا لها لافير جنايه، انا ما على باليش هكا يقولوا. ست شهور حبس نافذ في لاكوغ في المجلس. كانوا اخرين طرحوا عليا قبيل سؤال وجاوبتهم، قالوا لي اسكو راح يديوها للسجن؟ جواب فيه الجواب على واش يقولوا سيغ دو يا دو جواب يعني على شطرين. الجواب الاول انا ما حضرتش في المجلس باش نشوف اذا لو جوج ا برونونسي 6 mois de prison ferme avec mandat dépôt à l'audience. كانوا في المحكمه ولا في المجلس كي يحكموا اون بان نتاع الحبس على واحد يطلبوا الايداع في الجلسه، هذاك الوقت يهزوها للشرطه يديروا لها لي مينوت ويديوها ديريكتومون للسجن. اذا خلوها ليبر، اذا خلوها ليبر اسمعوا لي باردون اكسكيوزي موا. دونك كيما قلت لكم كاين رئيس المحكمه كي يمد لا بان قال الحكم تاع ديك المحكمه بطون يقدر يقول ثم بعد وراها
مع امر يدع باش من بعد يديوه للحبس سيد ولا سيده. اذا ما قالش، اذا قال غير 6 شهور نكونفيرمي الحبس نافذ، يخليوه الشرطه ما يهدروش معاه. كي يخرج على بالكم تبقى لنعيمه صالحي كيما دركا، تبقى لها دير دو زابيل استئناف. تقدر تروح قدام المحكمه العليا هذه الاولى، ومن بعد تروح دوفون لو كونسي ديتا، فوالا مجلس الدوله، فوالا هذا هو اللي بقى لها. مي اتونسيون، هذه باش الناس الكل تعلمها، لا ديسيزيون لا كور لا بين دو 6 mois prononcée par la cour elle n'est pas suspensive. D'accord, elle n'est pas suspensive, c'est-à-dire بالعربيه ماهيش قابله، قابله للاستئناف، بصح ما تحبش الانسان باش ما يروحش الحبس. صادير ا تو مومون الشرطه ولا الدرك الوطني قادرين يجيو ويديو هذه نعيمه صالحي للسجن. فوالا دونك دوكا قادرين يخليوها حتى لا كور، صادير المجلس الاعلى. والمجلس الاعلى واش حيكون غدوه، راه يكون في عام عامين ثلاثه، كاينو ناس عندهم دوكا تقريبا 4 سنين وما يستناو، ما عجبوش. قادرين يخليوها، وقادرين غدوه يتبعوا عليها يديوها باش تعقب الحبس نتاعها المده اللي حكمت عليها المحكمه، 6 شهور حبس نافذ. فوالا هذا هو، بالك الناس راهم فهموا، اذا ما فهموش نزيد نعاود. المحكمه صديق الابتدائيه تحكم بالسجن على انسان ما كانش امر ايداع، يقول 6 شهور نافذ كما المدام نعيمه صالحي في التريبيونال، في المحكمه في التريبيونال الابتدائيه قالوا لها 6 شهور نافذ، ما داروش امر ايداع، خلوها لي ليبر. استأنفوا الحكم قدام لا كور، وهذا من حقهم، كي لو بلينيون ولا لا فيكتيم، كيما قال واحد لا بلينيونت ولا لو بلينيون ولا لا فيكتيم، ولا لا فيكتيم ولا لو بلينيون، كيف كيف هما يقدروا يديروا ابيل. داروا ابيل دوفون لا كور، داروا ابيل دوفون لا كور، نهضر على لو بلينيون كيما قال واحد ولا لاكوزي واحد منهم، داروا ابيل دوفون لا كور، راحوا داروا استئناف قدام المجلس. المجلس نهار الاول الى سيجي و الى ريبورتي لافير، عند من حقو يريبورتي لافير خطرتين ثلاثه، كومبليمون دانفورماسيون وروح وروح. مي دركا كي المجلس مد كيف اسمه الى ايد الحكم تاع 6 شهور نافذ، دركا اذا قال الرئيس المحكمه مع ايداع ما تخش من تم، مع ايداع سيتادير الشرطه ثم بعد يدير لها لي مينوت، ما كانش فيها اي واحد يحكموا عليه، وما كانش شغل ثم بعد يروح يدوه لي مينوت يديوه للسجن. واذا ما قالش الشرطه ما يهضروش معاه، يخليوه يخرج قادرين لبرا قدام، هما سمعوا بالحكم قادرين يخرجوا يحكموه، قادرين يحكموه، قادرين باسكو ديجا لي كونداني قادرين يتبعوا عليها غدوه في دارها، غير غدوه دون زان موا قادرين يجيوها يديوها. فوالا قادرين يخليوها حتى يتحل الاخر كيف اسمه، حتى يبرمجوا لافير نتاعها قدام المجلس الاعلى. وقدام المجلس الاعلى اذا المجلس الاعلى الى الغاء هذا الحكم هذا يتلغى، هذا ما كانك ساعه تبقى الكونسي ديتا، يبقى الكونسي ديتا وما نضمنش كان تروح حتى الكونسي ديتا. الو دوكا انتهينا من الموضوع نتاع نعيمه صالحي، وكما قلت لكم انا كنت على كل حال مع الناس اللي شكاو، علاش؟ باسكو يتظلم الانسان لازم يروح للعداله، هذه هي اللي نحبها انا، ماشي يتظلم يروح يسب الناس ولا يتظلم يروح يضرب الناس، لا، انا انسان مظلوم يروح للعداله سيتو. عندك يروح للعداله هذاك السيد هذاك اللي كما قال واحد لاكوزي، لازمو رابيدمون يشوف مع الناس اللي شكات به باش يلقى حل معاهم على ميابل. هذه كل الناس كل يديرها، يا اخي انا غلطت في حق واحد، حتى ما غلطتش يا سيدي، ما غلطتش في حقه، والحال المحكمه راه تحكم عليا بالسجن، اما واش يبقى لي؟ يبقى لي نروح للسيد هذاك بعد، هو سي لوي كي بو غوتيري لا بلانت. قال له ولدي نتفاهموا، لافوكا نتاعي ولافوكا نتاع السيد يتفاهموا في بعضهم، قال له ولدي روتيري لا بلانت و
وفيها كما قال واحد بوتاتر دي نيغوسياسيون، قال نعطيكم حاجه ولا كما قال واحد ونطلبوا الاعتذار منكم وخلاص. يروح هو يجبد لا بلانت نتاعو، اتونسيون حتى كي يجبد لا بلانت نتاعو تقدر الدوله ما تسامحش، الدوله تبغى تكمل، مي الطلب نتاع الاخر ما كيما قال واحد تنقص له من لابان نتاعو. دونك نتكلموا على ان هذا نعيمه صالحي، نعيمه صالحي حتى هي ضحيه. انا نقول لكم ما مالغريك راهي دارت واش دارت، وراهي تكره الامازيغ وراهي تكره القبائل كيما قال واحد، اي بورتون بوتاتر خاطر قالوا لي بلي كانت راجلها قبيلي، هاكي يعني يقولوا لي انا ما نعرفهاش، ويقولوا بلي راجلها كان قبيلي بوتيتر، على جالت المشكل تاع راجلها ولا تكره القبيل بوتيتر. مي انا مانيش فاهم، انا واحد يكره الانسان مانيش فاهم علاش بوركوا. يا اخي انا ما نكره حتى واحد، انا نحب الناس، يكونوا شوش يكونوا قبيل، يكونوا شاويه، يكونوا عرب، يكونوا يهود، يكونوا غير مسلمين، انا نحب الناس كل. نحب الناس كل. حتى الانسان اللي ضدي ما نكرهوش، على كل نتفاهمش انا وياه داكور، مي باش نكرهو ما نكرهوش. والحاجه اللي ما فهموهاش الناس هو يعني سورتو مدام نعيمه صالحي اللي بوتيتر دزوها ناس على راسها كما يقولوا، هذه هي دزوها ناس على راسها، والناس هذو كانوا حتى هما متبعين طريق خاطئه، باسكو الانسان لازم يكون شويه يعترف شويه. كيفاش راح نولدكم غدوه انايا نروح بيكزومبل، انا نروح بيكزومبل العربيه السعوديه ونقعد تم في العربيه السعوديه ويعطيني نصويتي سعوديان، ونولي ما نشتيش الناس تاع السعوديه، نكرههم ما تصلحش. ولا بوتيتر بابا ربي يرحمه راح للسعوديه ولا قعد في السعوديه وتوطن في السعوديه ولينا سعوديين ولينا كذا، ولا بصح حنا دوريجين بربر ماشي دي بربر، ها واش هو نبقاو في السعوديه من بعد نوليو نطاكيو السعوديين. قال نو انتوما ماكمش هكذا، وانتوما لازم تكونوا دي بربر، وانتوما لازم تكونوا منا. دونك هنا غالط، هنا الناس غالطين. واسمحوا لي راهو كيما قال واحد، الحق يعلى ولا يعلى عليه، الحق يعلى ولا يعلى عليه. يا اخي انا كنت في السعوديه قاعد وما نشتيش السعوديين، من حقي ما نشتيهمش، من حقي بصح ماهوش من حقي نسبهم، ماهوش من حقي نقول لهم انتوما ماكمش هذا السعوديه، هذا السعوديه ماهيش تاعكم، كيفاه وذراع ولا كيفاش عندك كاينه حاجه. اذا كنت دار كاس وفحل نهز لي باليز نتاعي ونروح تاتو، ماهوش نقعد لهم ثم قال سي 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 حنا بابا كان هنا ودار الحرب ضد ما عرف شكون وقعدت معاكم يا اخي دار الحرب ما دارش، واش يكون انت دوريجين راك بربر فونت با عربي ماشي من العربيه السعوديه، بابك دار ما دارش، عطاوك ناسيوناليتي ما عطاوكش، هذه كامله مي نرجعوا لوريجين تاعك، لوريجين تاعك ماشي سعودي. يا اخي سامح لي وتقعد مع السعوديين وتتبعهم واش يديروا، وتتبع كيما قال واحد واش يحبوا، ولا يا اخي هز فاليستك واحد يقول لكم رايح. حنا ثاني كيما درنا لي ميروت للناس، حنا للناس اللي حابين يقعدوا معنا مرحبا بهم، عمرنا ما قلنا للناس انتوما ماكمش دي زارجيريا. نو عندك ناسيوناليتي الجيريان راكي الجيريان، عربية، قاورية، تركية، حتى الترك أو معانا، ما قلناهمش ماكمش ديزا شارية. بصح يا أخي اسمح لي، ما تجيش أنت لمول الدار وتولي تتعكر فيه وتولي تسب فيه. شغل باكزومبل أنا اللي دوك راني هنا قاعد في المكتب نتاعي، يجي يدخل عليا واحد بالذراع يقعد عندي في المكتب نتاعي، ومن بعد يولي يحطم عليا، قال لا نحي هذا لا لوف منا، دير هذه منا، واش هذا الدرابو هذا ماهوش درابو نتاعك اخويا نحيه، او درابو واحد اخر. اسمح لي يا اخي، اسمح لي اللي كان دي ليني روج، انا قبلت باش تقعد معايا في المكتب نتاعي، مي ما تجيش تملى عليا كيما قال واحد لغتك وتملى عليا. لا يا الناس راكم غالطين، الناس هذو لازم يفهموا، لازم يفهموا باللي نو سيلمون الجزائر، كيف اسمو لافريك دي نور كامله، لافريك دي نور كامله، كامل الامازيغ. وهذه ثاني نزيد نقولها للناس الامازيغ المساكن اللي استعربوا، اللي كيقرا اللغه العربيه ولا يحس في روحه عربي، يقولوا الناس اسمحوا لي بالكلمه هذه،
حتى مع كي يقولوا مع باش يقولوا واحد اللي ما عندوش اصل، ما عندوش اصل، كيفاه انت اصلك امازيغي تولي انت تسامح في اصلك وتقول انا من هذاك البلاصه هذه؟ جو مازغي جامي فار سا. حتى العرب بعد، العرب بعد، بعد العرب، انا كون يجيني عربي يولي يقول لي اخويا انا عربي صح بصح انا وليت امازيغي. ولا يا اخي لا، ما تنجمش تولي امازيغي، تبقى عربي وقول لي انا عربي ونستعرف بك. قول لي انا شوي عرب هك بعد ونقول لك خير الناس ونستعرف بك. بصح باش تولي تجي تقول لي يا خويا انا راني عربي بصح يا خويا من دوكا راني نحب نولي امازيغي، لا ما تنجمش تولي زعما. تنجم تحب الامازيغ، تنجم تحب الثقافه نتاعهم، تحب اللغه نتاعهم، تحب منا، مي ما تقدرش كيف وانت دوريجين عربي تنجم تولي كيف طوموبيل بيجو. ها بيجو تولي قال لي خويا انا كرهت من بيجو، لازم يعيطوا لي الناس رونو. ما يسموش يعيطوا لك رونو باسكو الموتور تاعك بيجو، لا كاركاس بيجو، كلش تاعك اللي خدمه بيجو، كيفاش تحب تولي رونو؟ سي با بوسيبل. ورونو كيف كيف ما يوليش بيجو. دونك هذه هي الناس اللي ما فهمتهاش ويحبوا حق ارادوا به باطل، على بالهم باللي راهم في كيف اسمه في بلاد الامازيغ، وكمان يسبوا اشاك فوا وين نقولوا احنا رانا امازيغ يغيظهم الحال. شوف اخويا العنصري هذا، شوف العنصري، اسمع احنا مسلمين. يا خويا هو مسلم من بعد؟ راني امازيغي وكريتيان ومن بعد تسالي؟ راني امازيغي ومتبع الديانه تاع اليهود كيفاش ملي سالي؟ راني امازيغي ومسلم ومن بعد كيفاش ملي سالي؟ ما تخلطش العرق بالدين، العرق زي والدين زي. جيت تقول لي اسمع اسمع حنا الدرابو فرد واحد نتاعنا هذا نتاع 54 هذا هو اللي يجمعنا، الدرابو نتاعكم هذا ما نستعرفوش به. يا خويا ما تستعرفش به على روحك، ما تستعرفش به، واحد ما قالكش تعرف به، ما تستعرفش به على روحك. بصح يا خويا ما تنساش باللي الدرابو هذا اللي شيربي راهو في بيتو، راهو في بيتو الامازيغ هذا نون سيلمون نتاعنا حنا نتاع الجزائريين، من نتاع التوانسه، نتاع المغاربه، نتاع كيف اسمه الليبيين، نتاع الماليين، نتاع موريتانيا، نتاع وين كان الامازيغ كامل، هذا هو درابو نتاعهم. ولو كان نحبوا نغيروه نغيروه، حتى حنا عندنا الشاويه عندنا درابو كيما هذا، وعندنا واحد صفر كحل، صفر وكحل، وفيه الفرشيطه اللي الناس تكرهها، وهذه الفرشيطه هذه في الدرابو نتاعنا نجمو نديرو فرشيطه، غدوه نجمو نديرو بوتيتر ما على باليش انا نديرو، والله ما على بالي، بالك نديرو صندري، نديرو صندري كيما اللي سنه علامنا. وحنا لها سعوديه كي داروا السيف وداروا منا، نجيو ندبروا عليهم ونقول لهم علاه ديروا السيف ولا كيفاش؟ هذا الدرابو نتاعهم وخلاص، وحنا ما عندناش في الدرابو باش نتفاهموا مليح، باش الناس تفهم حاجه. ما يقولكش حنا خويا لا حنا حررنا البلاد، شي حررت البلاد انت؟ لا انت ماسينيسا، لا انت يوغرتا، لا انت كيف اسمه دهيا، وهذو الناس كل هذو اللي حروا البلاد من اللي كانت الديهيه وكانوا هذو ما نعرفوش بهم، هم الشهداء. الدرابو اللي كان عندهم ماهوش درابو. اسمحوا لي يا ناس ما تغلطوش يا ناس، ما عندناش في الدرابو. قول لي شوف، قول لي على روح، قول لي هذا الدرابو داروا شارون، انا بور مو هذا هو الدرابو نتاعي دوريجين، هذا هو الدرابو نتاعي. ومن بعد يجيو الدرابوات الاخرين ما كاينش مشكل، لي زومبليم كاملين، حتى اليو اس ام كار عندنا الدرابو كحل وبيض نوري بلون، ما كاين حتى مشكل. والمولوديه نتاع الجزائر عندهم واحد خضر واحمر، والدرابوات مش واحد مش زوج. والجزائر باش يكون في علمكم ما بداتش في 54، الجزائر ما بداتش في 54، اسمحوا لي، ما بداتش في 1830 نهار دخلت علينا فرنسا، ونهار دخلت فرنسا وعندهم الحق فرنسا يقول لك حنا كي دخلنا عليكم ما لقيناكمش انتوما، ماكوش انتوما اللي دخلنا عليكم، حنا دخلنا كي جينا لقينا الاتراك وسيفري وصبري كي دخلوا ما لقاوش، لقاونا حنا هاربين مالينا هاربين في 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 الجبال وكذا، ومنا شكون اللي كان تما؟ كان داي، كان شفاو كيما قلت لكم قصه المروحه. انا كي عقبت الكونكور تاع انسبكتور دو بوليس في البواغي، نشفع عليها الوقت هذاك خمسه كانت تبع من البواغي، داروا لنا قصه المروحه نشفع عليها كيما اليوم. دونك المروحه هو الداي اللي ضرب كيف اسمه ضرب الكونسول تاع فرنسا بالمروحه، وعلى هذاك فرنسا دخلوا على الوقت هذاك على البلاد. دونك هذه جاسبيغ كو الناس تفهم وتحبس من السبان تاعهم
خاطش نقول لكم الحق، مازال واحد اخر ثاني كيف كيف باش يروح للسجنه. اختيتيل هذا، اختيتيل هذا نقولوا له راهو انت والناس اللي معول عليهم حتى يكونوا في السلطه، راهو جاي النهار وين كي انت كي هما تروحوا للحبس باش انتهوا مليح، باسكو لازمكم تبركاو من التلغبيب نتاعكم. التلغبيب نتاعكم لازمكم تحبسوا منه، لا يجي النهار اللي نحكموكم ونهزوكم في طياره وكل واحد نحطوه في نحوجو دابور سويتي الجيريان باسكو ني با الجيريان، هذه وحده. ثانية نديوكم البلدان اللي تقول عليها، انت تقول عربي نديوك العرب، اذا قبلوك صح، ما قبلوكش كاينه لو كوميتي دي ريفوجي نعطيوك ليه. هذا ما كان يجي وقت ما نديرو هادي، علاش؟ باسكو ما تقعدش يا خويا في عندي تاكل في الغله وتسب في المله، لا يا اخي سامح لي، مرحبا بالناس الكل، ماناش عنصريين، اي واحد اللي يجي يعيش معنا مرحبا به. عمرنا ما قلنا لواحد انت خاطي، كنا نلعبوا البالون مع بعضنا، ما على بالناش لا هذا ترقي لا هذا عربي لا هذا شاوي لا هذا، نلعبوا مع الناس. من بعد ظهرت فيها هذه المشاكل هذو، لازم الانسان يكون رزين ويكون ما يروحش كيما قال واحد، قال احنا ما نستعرفش بالامازيغ، يا خويا ما نستعرفش بالامازيغ، واحد ما قالك ما تستعرفش، هز باجاجك وروح رجع لبلادك، سيت وما تستعرفش تما من بلادك تقدر دير تقول واش بغيت. مي ما تقعدش عندي في المكتب نتاعي لهنايا وتقول لي انا ما نستعرفش منصف رضا، ايبا ما نستعرفش منصف رضا راح نحل لك الباب ونقول لك يا خويا اتفضل اتفضل من غير مطرود كيما يقول المصري. اسمح لي انت قاعد عندي تاكل في ماكلتي وتشرب في الشراب نتاعي وقاعد عايش في بلادي وتقول لي انا ما نستعرفش بالامازيغ، والامازيغ راهم ما على باليش كلاب روما يا خويا العزيز، كي تقول كيما هكا قادرين نردوا عليك حنا بحوايج اخرين تولي غير ديك الحال، وكيما حنا ماناش قباح نولي نقول لك يا خويا اسمح لنا حنا الامازيغ زواف، وانا هو الشاوي الاول الزوافي الاول، انا هو اذا القبائل زواف انا الشاوي هو الزوافي الاول، تقولوا القبائل راهم ما على باليش بهم يهود، ايبا حنا يهود، قلتوا دي هي يهوديه احنا يهود ثاني، قلتوا باللي ما على باليش انتوما راكم كلاب نتاع روما، ايبا حنا كلاب نتاع روما، ما تلوناش بصح رانا في بلادنا، رانا في بلادنا، اللي يحب يقعد معنا مرحبا به، اللي شاف بلاد ماهيش مليحه وهذو الامازيغ كلاب والامازيغ ما على باليش واش راكم تقولوا عليهم، يا اخي احنا ما نسبوك ما نقولوا لك لا منا لا منا، مي يا اخي بدل ساعه بساعه ارجع لبلادك وكون في حل وخلاص، احنا ما نسبوك ما والو، اوكونترير عندك الناس كيما قلت لكم البارح في الفيديو اللي سابقه، الناس اللي يقولوا بلي راكم جيتوا من بلغاريا ولا جيتوا ما على باليش منين من ليزيل كناري ولا جيتوا من عرف، احنا اللي جينا درنا بلاك الفتوحات هذه الاجراميه احنا اللي درناها بوتيتر، اخويا جيبوا لنا بلي حنايا وانا نعهدكم بلي انا هو الاول في الامازيغ كل اللي نخرج ونقول للامازيغ خرجوا، نقول لكم الحق انا جو سوري البرومي اللي نطلب منكم السماح ونخمس معاكم ونقول لكم اسمحوا لنا يا جماعه انا مرة انا رايح انا راجع لبلادي. هذا لو كان تجيبوا الدليل، والدليل انتم تقولوا زي وحنا نقولوا زي، يا خويا كاين اربيتر، شكون هو الاربيتر؟ هو لوني، روحوا الامم المتحده قالوا ولدي حنا نحبوا تفتحوا لنا لافير هذه تاع امازيغ وعرب، هذه لافريا هذه الجزائر ولافريك دي نور هذه نتاع منا سيدي، اذا قالوا بلي ما هي حنا منها ما حوش نفهموا، اذا قالوا انتم الامازيغ ماهيش تاعكم حنا نخرجوا، حنا نخرجوا نخليوها لكم ليكم للطرق لمن تحبوا، مي حنا ما نقعدوش سي تو. مي اذا باش يقول لكم بلي يا خويا هذه ماهيش بلاد العرب راهي بلاد الامازيغ، دونك بلاد الامازيغ اللي يحب يقعد مرحبا به، او خونا وحبيبنا وصاحبنا، حنا ماهوش ناس تربات معنا وقعدت معنا ونقول لهم لا ما تقعدوش معنا ما نقدروش. مي باش تجي كيما يقول الانسان صاحبك يولي لك كذاب تركب عليه، لا صاحبك يولي كذاب تحط عليه الباجاج كل وجيت تركب فيه وين رايح، الذاب يولي حاجكم يطيح. دونك هذه هي نحبوا نقولوها للناس، نرجعوا باش نفهم الناس مليح، انا مانيش اون تيغ جامي سور لي زومبيلونس، انا جو تيغ جامي سور لي زومبيلونس. هذه الاخت هذه على راينا اللي يحب يكون ضدي يكون ضده على روحو، انا نعيمه صالحي لو كان جيت عندي بوفوار ما نخليهاش تروح للحبس، سيتو اون فام ما نخليهاش تروح للحبس، نقول لكم الحق هذه هي. حتى يقول لي واحد والقبيليات، إيه القبيليات انا ثاني نقول لكم باللي لازمهم ما يروحوش للحبس،
مهما واش كان ما يلوحوش الحبس. اون فام ني با فيت بور لا بريزون. هذه هي الغلب ندوها موند نديرو لها كيما قال واحد اي حاجه، مي لا بريزون انا ما نتمناها حتى لكل واحد. وعلى كل حال حتى لو كنت تقابل مع واحد، انا نتقابل مع واحد ونشوفهم راح يديوه الحبس على جلتي انا، بيتيتر نقول لجوج يا ولدي انا راني سامح ما تديش الحبس، باسكو الحبس سا غيان بو موا، سا سيغ غيان. ما يقولش سا دونا ريفليشيغ، نو او كونتخيغ الحبس حيتيحكم الحقد. بدات لك الله لا يقدر، كي علاش نقول للناس انا جمعوا يا جماعه اطلقوا الناس اللي في الحبس دركا، سيرتو الناس الكبار والناس منا، قادر يموت في الحبس، قادر تصير له مشكله في الحبس. دونك ما نحبوش نكونوا احنا سبايب للناس، وهذا رايي، وهذا راي واحد ما يسلي فيه. الانسان اللي يحب يقول له نعيمه صالح يحكموا عليها بالمؤبد، هذا رايه، هذا رايه وانا نحترمه يا اخي. مي انا كو سوا نعيمه كو سوا وحده اخرى كو سوا اي وحده، انا يا هكذا ما نحبش الضرر للناس. وهذا هو نقول لكم قيم ذي هنا، بوتيتر من بعد ان شاء الله نرجعوا سير النظره ثانيه ان شاء الله نتكلموا عليها توتال ان شاء الله. قيم ذي هنا.